خليني اجي لك، يمكن انت لعبت كاس عالم صحيح؟ صحيح. ويمكن الانسات او السيدات نادر لما تلاقي حد يلعب كاس عالم او في رياضه جماعيه بالذات، لان احنا مش بنتاهل بشكل كبير. تجربتك ايه مع كاس العالم والاعداد ليها والاشتراك فيها؟ حقيقة كأس العالم يعني نظام آخر في كرة اليد، هناك نيفو كبير، يعني هوند آخر، كرة يد أخرى، تقى جميع اللاعبات المحترفات من كبار اللاعبات مع الفرق الكبيرة أكيد، يعني يكون هوند آخر تطعمه أكثر. صح، مش زي يعني كرة اليد العربية، ده مستوى ضعيف شوي، بس لما تروح في أوروبا راح تطعم بالكرة اليد، تحس بيها فعلا. بس أكيد. طب حسيتي من خلال اللعب في أوروبا أن في فرق بينك وبين، تعرف احنا عندنا طبعا لاعبات محترفات في مصر، مصريات بره، يعني أكيد سمعتي عنهم طبعا، أكيد. هل أنت حاسة أن احنا في فرق كبير بيننا وبينهم، ولا هو سيستم بس؟ لو تواجد السيستم ده السيدات او الانسات العرب زي ما بيقولوا هيبقوا ليهم وضع تاني. يعني بالنسبه لكره اليد ما شاء الله عندنا الامكانيات، بس الفرق الوحيد يمكن العقليه نتاع كره اليد، صحيح. او تغيير بعض المدربين لفكره كره اليد في 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 العالم العربي. صحيح. بصفه عامه، لانه ما نفترقش كتير، يعني نفس نحن اناث هم اناث، ونفس القوه نفس يعني، القوه نقدر، لكن الفكره الفكر تختلف بيختلف فقط. بيختلف. طب وانت شاركتي كمان في كاس اوروبا مع الفريق التركي مع بتاعك برضو، الفريق. كلميني عن التجربه دي. هي كانت تجربه رائعه جدا. فريق تركيا كاستامون هو معروف من افضل الفرق صحيح. التركيه، ودائما يتحصل على الالقاب. لعبت معاهم كاس اوروبا، كانت تجربه جميله جدا. تالي سنه 2018 على ما اتذكر، سنه 2018 كان كنا ترشحنا للثمن النهائي، بس ما تحالفناش الحظ يعني وصلتوا في بطوله اوروبا اكيد للثمن النهائي. والحمد لله. تالي التجارب دي كلها اكيد اديتك فرق خبره. اكيد الخبره انك تكتسبها من بطوله افريقيا، بطوله العالم مع الفرق الاوروبيه تكتسب. في سن الصغريات لعبت مع المنتخب التونسي كبريات سنه 2014، وتوجت كاس افريقيا سنه 2014. كنت لسه متصاعده وكنت لسه صغيره ولعبت معاها؟ لسه صغيره. معلش اللهجه بقى، لازم انت خلاص انت جيتي مصر بقى، حاولي تظبطي بقى تظبطي الموجه على اللهجه المصريه ان شاء الله.